هنا طريق مدينة بنزرت، هو عندنا هذا يعني طريق سريع في حوالي 70 كيلو مهين على التجربة، يعني من تونس بنزرت حوالي 70 كيلو أو 65 كيلو في الطريق السريع، فرصة باهية باش نقتلها ونعمل فيها التجربة هذه. السرعة 110 والمحرك حوالي 3200 دولار في الشركة. السرعة هي قدامكم هنا عندها فيها هذه 3800 فيها يعني عمية ممتازة تشوف العداد أمامك يعني. هي توا حطيت لها رابعة هنا، حطيت لها كاتريام وهي طالبة خامسة وسادسة، شفتوها تكتب هنا يقول لك غير، لا أنت ما تغيرش، خليك رابعة كاتريام. كاتريام 70 كيلومتر ألاف 3300 تور بار مينيت، يعني في سرعة 110 في الساعة، دوران المحرك حوالي 3300 دورة أو 3200 دورة في الدقيقة لمدة على الأقل 40 كيلومتر. إذا كان هي فيها سادسة، إذا كان فيها سادسة خليها رابعة، وإذا كان فيها كان خامسة حاول خليها ثالثة برك توسع بالك يعني. هنشوف فيها تو هذه الطريق السريعة من تونس إلى مدينة بنزرت حوالي 70 كيلو، باش ناخذ منها من حوالي 40 كيلو ونرجع باش نشوف ننظف لها يعني كاتاليزر ونشوف شنو يخرج منه. بعد المادة اللي عملناها